يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين دعاء الصفة والتوسل بالصفة كقول أعوذ بكلمات الله التامات؟ الفرق واضح. دعاء الصفة تقول يا رحمة الله ارحميني، أو يا مغفرة الله اغفري لي. الصفة لا تدعى، إنما يدعى الموصوف ويتوسل إليه بالصفة، يقول يا أرحم الراحمين ارحمني، يا غفار أو يا غفور اغفر لي، تتوسل إليه بأسمائه وصفاته. فيه فرق بين التوسل بالصفة، هذا مشروع، وكذلك الحلف بالصفة هذا لا بأس، مشروع. أما دعاء الصفة فلا يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لأن الصفة ليست شيئا زائدا عن الموصوف. نعم.